الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العلي العظيم. الله أكبر. الصلاة ابتدأت. المفترض المتوقع من المؤمن أن يكون من بداية الصلاة إلى نهاية الصلاة مع الله سبحانه وتعالى، فكره مع الله، عقله مع الله، قلبه أي مشاعره مع الله عز وجل. ولكن البعض في الصلاة فكره يشرق ويغرب، يفكر في أشياء كثيرة. لعل البعض تكون فترة توجهه إلى الله سبحانه وتعالى في الصلاة فترة قصيرة. في أكثر الصلاة توجهه ليس إلى الله سبحانه وتعالى. العجيب أنه في بالنسبة إلى هؤلاء الذين يشرقون ويغربون بأفكارهم في الصلاة، العجيب أنه هؤلاء في الصلاة يتذكرون أمورا لا يتذكرونها خارج الصلاة، وينتبهون إلى أمور لا ينتبهون إلى مثلها خارج الصلاة. ما هو السر؟ أمور نسيه الإنسان يتذكرها، أمور لا ينتبه إليها لا يفهمها في الصلاة يفهم. ما السر؟ السر ثلاث كلمات: أولا قلب الإنسان له نور، ثانيا الشيطان يجعل حجبا على قلب الإنسان ليمنع هذا النور، ثالثا في حال الصلاة الشيطان يرفع بعض هذه الحجب. أما أولا قلب الإنسان بطبيعته بصورة خاصة المؤمن قلبه له نور. بنور القلب الإنسان يلتفت ينتبه إلى أمور لا ينتبه إليها بحواسه،
لا ينتبه إليها بالعقل الطبيعي العادي. هناك نور، هذا النور يكشف للإنسان، بهذا النور ينظر الإنسان، لا بالعين، بالقلب ينظر. أنا حدث لي هذا الشيء الذي أذكره لكم، حدث لي مرارا وتكرارا. أحد الفقهاء، أحد مراجع التقليد أدام الله ظله الشريف، مرارا حصل لي هذا الشيء، يذكر لي أشياء أو يتحدث عن أشياء أراه قد علم بأمور لا يعلمها إلا أنا والله، يعني أمور خاصة، أمور ما كشفتها لأحد يعرفها. من أين؟ مرارا وتكرارا حصل لي هذا الشيء. كنت أريد أن أسأله عن بعض القضايا، لبعض الظروف، للنسيان أحيانا، للحرج أحيانا، ما سألته. أخبرني عن الجواب. من أين؟ عنده علم الغيب؟ كلا أبدا. علم الغيب المطلق الكامل الشامل خاص بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علم الكتاب هذا خاص بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إذن كيف هذا الفقيه يدرك أشياء لا يدركها عامة الناس؟ الجواب في الرواية الشريفة، المؤمن الحديث الشريف المستفيض، المروي عن رسول الله، المروي على ما ببالي عن أمير المؤمنين، المروي عن الإمام الهادي، عن العديد من المعصومين عليهم الصلاة والسلام، هذا المعنى مروي، أن المؤمن ينظر بنور الله. ينظر بنور الله يعني ماذا؟ يعني قلبه عنده نور، بالضبط مثل العين. الإنسان الطبيعي عينه لها نور، ينظر أشياء. بعض الناس أمام عينه يوجد حجاب، ينظر بضعف. بعض الأشخاص أمام عينه يوجد حجابان، ثلاثة، عشرة، شيئا فشيئا الرؤية تكون ضبابية جدا، شيئا فشيئا الرؤية تنعدم بسبب كثرة الحجب، المعوقات. العين هذه هكذا، عين القلب بالضبط كذلك. عين القلب ليست مثل هذه العين، ولكن القلب ينظر. بعض القلوب أمامها حجب، لا تتمكن أن تنظر، تستغرب كيف الفقيه الفلاني، كيف عرف، كيف علم ما في نفسي. هذا ليس علم الغيب، هذا ينظر بنور الله، عنده بصيرة، قلبه فيه نور. إذن لماذا كثير من الناس لا ينتبهون؟ لأن قلوبهم جعل عليها الشيطان حجبا. الشيطان يتمكن أن يجعل حجب على قلب الإنسان؟ الشيطان ليست له سلطة على الإنسان، صريح الآية القرآنية، وما كان لي عليكم من سلطان. يوم القيامة الشيطان يقول للإنسان وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما كانت لي سلطة عليكم. إذا لم تكن له سلطة على الإنسان، كيف يجعل على قلب الإنسان حجبا؟ بسبب أعمال الإنسان، ذنوبه، ذنوب الإنسان، حتى الصغائر، حتى أصغر الصغائر تمكن الشيطان بدرجات مختلفة على قلب الإنسان، على فكر الإنسان، يدخل يتعود. الشيطان ليست له سلطة على الإنسان، الإنسان هو يسلطه على نفسه بالذنوب. الذنوب إخواني مثاله الخارجي الطبيعي المادي،
الذنوب أوساخ، اجعل على مكان وساخ، ثم طبقة ثانية، ثم طبقة ثالثة، ثم طبقة عاشرة، أصلا شيئا فشيئا عين تعمى. الوساخة تتكدس تتراكم، هذا النور أحيانا كليا يفقد والعياذ بالله تعالى. بالنسبة للمؤمنين لا، لا يفقد، يضعف بدرجات مختلفة. يستغرب من أين علم هذا؟ عنده نور في قلبه. أنا وأمثالي نورنا في قلوبنا نور ضعيف. نرجع إلى السؤال، كيف يتذكر الإنسان في الصلاة أمورا لا يتذكرها خارج الصلاة؟ خارج الصلاة ناسي، في الصلاة النسيان يرتفع. كيف ينتبه الإنسان في الصلاة إلى أمور لا ينتبه إليها؟ يعني قوة الحفظ ترتفع، قوة الفهم ترتفع. الجواب، الشيطان يهمه أن الإنسان في الصلاة لا يكون مع الله سبحانه وتعالى، يعني يخرب توجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فماذا يصنع؟ يرفع بعض هذه الحجب عن قلب الإنسان ليشغل الإنسان بأمور أخرى. تذكرت القضية الفلانية، ينشغل. انتبهت، فهمت قضية ما كنت أستوعبها، موضوع علمي صعب أسبوع أفكر فيه ما وصلت إلى نتيجة، في الصلاة يصل إلى نتيجة، ينشغل لكي لا يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى. يشغله بأمور، يعطيه حمض حلو، يعطيه كاكاو، حتى لا يحصل على المليارات، يخدعه، يخدعه بشيء ضئيل. التوجه إلى الله شيء جدا عظيم. كيف يشغل الشيطان الإنسان عن ذلك الشيء العظيم؟ أحيانا يشغله بإعطاء حمض حلو، بإعطاء كاكاو، يعطيه كاكاو صغير حتى لا ينتبه إلى الربح الكبير، حتى لا ينتبه إلى عظمة لطف الله على كرم الله سبحانه وتعالى، على نعمة الله الكبيرة التي أنعمها علي بالصلاة. حقا الصلاة شيء عظيم. إخواني، اتركوا ما ذكره أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من الأمور التي لا يفهمها البشر، الأمور الغيبية التي ذكروها، لا، بالمعادلات الطبيعية احسبوا القضية. أنا كإنسان، كبشر، في هذه المخلوقات الضخمة الكبيرة الكثيرة، ما هو موقعي؟ ذرة أم أصغر من الذرة؟ علماء الفلك يقولون تخميناً عدد المجرات أكثر من 500 مليار مجرة. 500 مليار، تعلمون يعني ماذا 500 مليار؟ إذا أردت أن تحسب من 1 إلى 500 مليار، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، بسرعة، تعلم كم تحتاج من الوقت حتى تحسب؟ فقط تحسب بلسانك، كم تحتاج من الوقت؟ تحتاج إلى أكثر من 60,000 سنة كاملة حتى تحسب من 1 إلى 500 مليار، حتى تحسب فقط. أكثر من 60,000 سنة كاملة. كاملة يعني ماذا؟ يعني بدون نوم، بدون أكل، بدون تعب، بدون شيء، يعني بحافظة قوية لا تنسى الأعداد.
60 أكثر طبعا بالحساب التقديري 63,000 سنة وكذا، أكثر من 60,000 فقط تحسب من 1 إلى 500 مليار. الموجود من المجرات لا من الذرات أكثر من 500 مليار مجرة، وفي كل مجرة كم من المنظومات الشمسية؟ أحياناً مئات الملايين على ما ببالي إذا ما أخطئ. في مجرتنا أكثر من 150 مليون منظومة شمسية، في بعض المجرات أكثر، مئات الملايين من المنظومات الشمسية في كل مجرة، وبعض المنظومات الشمسية، منظومتنا الشمسية منظومة صغيرة، شمسنا شمس صغيرة من الشموس الصغيرة، بعض الشموس فقط الشمس أكبر من كل منظومتنا الشمسية، يعني من الشمس إلى بلوتو كل المنظومة الشمسية كم هي؟ بعض الشموس فقط الشمس شمسها أكبر من كل منظومتنا الشمسية. كل هذه الخلائق لا تقول ما قالته الروايات الشريفة أن كل ذلك في السماء الأولى، والسماء الأولى بالنسبة للسماء الثانية لا شيء، أصغر من حلقة في فلات في صحراء، حلقة صغيرة في صحراء. السماء الثانية بالنسبة للثالثة هكذا، الثالثة بالنسبة للرابعة، لا، هذا الشيء لا تقوله، لا تقوله. قل ما وصل إليه البشر، هذه 500 أكثر من 500 مليار مجرة خالقها، لا أقول أنا ذرة وأصغر من ذرة، لا أقول منظومتنا الشمسية ذرة وأصغر من ذرة، مجرتنا هذه مجرة درب التبانة، هذه المجرة في 500 مليار مجرة أينها؟ ذرة أصغر من ذرة، مجرتنا ذرة وأصغر من ذرة. خالق هذه الخلائق يسمح لي أنا الإنسان الصغير الأصغر من الذرة لا شيء في هذه المخلوقات، يسمح لي أن أذكر اسمه الشريف. أي لطف هذا، أي نعمة هذه. لاحظوا تفضل الله سبحانه وتعالى كم هو عظيم. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء من أدعية الصحيفة السجادية، يقول في إحدى الأدعية، لعل هذا الدعاء في خاتمة الصحيفة السجادية أوردوها، يقول ومن أعظم نعمك علينا جريان ذكرك على ألسنتنا. أذكر اسم الله أقول الله، تعلم كم هذه النعمة كبيرة؟ الله يسمح لي أن أذكر اسمه؟ لا شيء أكبر من ذلك، يسمح لي أن أخاطبه، ليس فقط أذكر اسمه الشريف، أخاطبه، أقول يا الله، أقول له أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق، أخاطبه أنا الذرة وأصغر من الذرة، أخاطب من؟ يسمح لي أن أخاطبه وأطلب منه، أقول اللهم، اللهم خطاب وطلب، من أنت؟ أقول له اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني أصير شفيع لله عز وجل لأشرف خلقه. أي لطف هذا، أي نعمة هذه. الصلاة شيء صغير، كم الصلاة عظيمة، الله تفضل علي بالصلاة. الشيطان يسلب مني هذا الشيء العظيم بماذا؟ يكشف بعض الحجب حتى أنتبه إلى أمور، أمور نسيتها من عملي من كذا، يعني يعطيني شيء صغير حتى يأخذ مني ذلك الشيء العظيم، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. خسارة أم ليست خسارة هذه؟ مجانا بدون استحقاق، أنا لا أستحق، أنا لا شيء، ملائكة السماء لا تستحق أن تخاطب الله، سيد ملائكة السماء لا يستحق أن يخاطب الله جبرائيل عليه السلام، الله
ولكن أنا الإنسان العادي صفر الصفر الأقل من الصفر، الله عز وجل يقول لها اذكر اسمي وخاطبني وأطلب مني. هذا الشيء الإنسان يفقده إذا ما كان عنده توجه، هذا الشيء يفقده. قلب الإنسان له نور، خصوصا المؤمن قلبه له نور، روايات وروايات شريفة. هذا النور يحجبه الشيطان بالحجب بسبب المعاصي، خصوصا المعاصي التي ما استغفر الإنسان منها أو استغفر بعد فترة بعيدة لعله تبقى آثار. القلب له نور، الشيطان يحجب هذا النور بحجب، في حال الصلاة يرفع بعض هذه الحجب ليشغل الإنسان بأمور لكي يفقد الإنسان ذلك الشيء الثمين. السؤال الأهم في هذا الموضوع، كيف نتمكن أن نضبط أفكارنا في حال الصلاة لكي لا يأخذنا الشيطان يمنى ويسرى شرقا وغربا؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، القضية ليست خاصة بالصلاة. الإنسان الذي لا يتمكن أن يضبط فكره في الصلاة لا يتمكن أن يضبط فكره خارج الصلاة أيضا، تأتيه أفكار لا يريد أن يفكر فيها. حتما سمعتم من بعض الناس الشيء الفلاني لا أريد أن أفكر فيه، لا أتمكن، يأتيني الفكر رغما عني. شخص مؤمن متدين لا يريد أن يفكر في امرأة أجنبية، تأتي الصورة إلى ذهنه رغما عنه، لا يتمكن أن يضبط فكره. هذه مشكلة جدا كبيرة. لا، هذه فاجعة في جهة الفكر، فاجعة هذه، أن لا تضبط فكرك. أنا لا أقبل أن يكون لي شريك في داري، دار صغيرة، في سيارتي، في ملابسي، تقبل يكون لك شريك؟ لا. ولكن فكري إحدى أقوى القوى والأدوات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان، الفكر. في فكري يكون الشيطان أعدى عدوي شريكا معي، يأخذ فكري، يدخل من الباب من دون استئذان، خلاص رغما عنك. كيف الإنسان يرضى؟ الذي لا القضية ليست خاصة بالصلاة، الذي لا يضبط فكره في الصلاة لا يتمكن أن يضبط فكره خارج الصلاة أيضا. يعني فكره الشيطان شريك معه في إحدى هذه القوى الكبيرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى، تقبل؟ الذي يضبط فكره في الصلاة بكل سهولة يضبط فكره خارج الصلاة، لا يفكر في الأمور التي لا يريد أن يفكر فيها بكل سهولة، أصلا لا يحس بتعب، لا يحس بصعوبة. الفائدة عندما نتحدث عن ضبط الفكر في الصلاة، الفائدة ليست خاصة بالصلاة فقط، حتى خارج الصلاة تتمكن. نرجع للسؤال، كيف نضبط أفكارنا في الصلاة؟ البعض يستصعب ذلك جدا. صعب؟ لا إخواني، ليس صعبا. إن كانت هناك صعوبة، صعوبة عادية، ليست صعوبة كبيرة. وأما المقدمات التي تساعد كثيرا على تحقيق هذا الهدف فهي سهلة أصلا، المقدمات سهلة جدا، مقدمات تساعد على ضبط الفكر في الصلاة. أذكر من المقدمات 5 مقدمات سريعة، طبعا المقدمات أكثر. المقدمة الأولى، النقطة الأولى، الدعاء. إخواني كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، أطلب من الله عز وجل، لا أطلب مرة بالعمر، لا كل يوم أطلب، كل أسبوع أطلب، إلهي ساعدني، قوني، أعني على أن أكون متوجها إليك بعقلي وقلبي،
بعقلي ومشاعري متوجها إليك في الصلاة، اطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل إذا رأى منك اهتماماً، إذا رأى أن هذا الشيء شيء مهم عندك، طلب مهم عندك، الله عز وجل يعطيك. هذا أولا الدعاء. ثانيا لحظات يعني ثانية، يعني ثانيتان، يعني ثلاث ثواني قبل أن تقول الله أكبر في الصلاة، قبل تكبيرة الإحرام، ثواني، ثلاث ثواني، ثانيتان، فكر ما الذي تريد أن تصنع أنت. هذا الشيء الذي أنت مقبل عليه شيء جدا عظيم اسمه الصلاة. تفكر في عظمة الصلاة. بعض الأدعية الإنسان المؤمنون عادة يقرؤون بعض الأدعية قبل تكبيرة الإحرام في أثناء هذه الأدعية. فكر ما الذي تريد أن تفعل. فكر فيما تقول، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فكر يعني ماذا؟ أنت متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا. ثالثا، هذه نقطة مؤثرة وأيضا سهلة كالنقطة الأولى والثانية، ملء فراغات الصلاة بالأذكار المتفرقة. الصلاة فيها مجموعة من القراءات والأذكار الواجبة والمستحبة بالخصوص. تقرأ سورة الحمد، تقرأ بعد سورة الحمد سورة، ثم تقول الله أكبر وأنت قائم منتصب الظهر. بعد أن تكمل كلمة الله أكبر تنحني، صحيح؟ هنا ثانية، ثانيتان من الفراغ، لا يوجد لا ذكر واجب لا ذكر مستحب خاص. املأ هذا الفراغ بذكر الله. الأذكار المستحبة العامة، ليست الأذكار الخاصة. الأذكار الخاصة الإنسان يقولها، المؤمن يقولها في حال استقرار الجسم. قل الله أكبر، غير ذاك الله أكبر الذي قلته، قل لا إله إلا الله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ترفع رأسك من الركوع، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، قبل أن تهوي إلى السجود. ثم بعد الانتهاء من كلمة الله أكبر تهوي إلى السجود. ثلاث ثوان، أربع ثوان، أكثر أقل، هذا فراغ. املأه بذكر، قل سبحان الله، املأه بدعاء، قل اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، قل يا أرحم الراحمين. فراغات الصلاة املأها بأذكار متفرقة. متفرقة يعني ماذا؟ يعني لا تعود نفسك على ذكر معين، لا، في كل مرة أذكر ذكرا، في كل مرة أدعو دعاء. هذا مؤثر جدا، إذا شذ الإنسان يرجع. هذا ثالثا، أولا الدعاء، ثانيا قبل تكبيرة الإحرام فترة ولو وجيزة جدا، ولو ثواني ولو ثانية، فترة التفاته، ماذا تريد أن تصنع. ثالثا ملء فراغات الصلاة بالأذكار المتفرقة. رابعا، إذا شذ ذهن الإنسان، يعني ماذا؟ يعني الشيطان تمكن من الإنسان. عندما تنتبه أن ذهنك شذ، قرأت بعض الأشياء ما كان توجهك مع الله سبحانه وتعالى، عندما ترجع استغفر الله عز وجل، قل استغفر الله، قل يا غفار. هذه صفعة للشيطان. الاستغفار تعلمون إخواني، الاستغفار يؤذي الشيطان ويؤلم الشيطان كثيرا جدا. إذا شذ الإنسان ذهنه ورجع يستغفر الله عز وجل، هذا رابعا. خامسا، وهذا أيضا مؤثر جدا، الأمور التي تشغل الإنسان عن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى يزيلها الإنسان من أمامه.
لا تصلي في الضوضاء. المفروض أن الضوضاء لا تؤثر عليك، ولكن هذه تسهل توجهك. لا تصلي وأمامك هذه الأمور التي وردت في الروايات الشريفة، وأمامك لوحات ألوان أشكال. لا تصلي وفكرك مشغول. الشخص يحتاج إلى أجلكم الله إلى الحمام، مكروه أن يقف للصلاة في هذه الحالة. اذهب، هذه أشياء تشغل الإنسان. صلي بعيدا عن الأمور التي تشغل الإنسان. هذه أمور خمسة، وهناك أمور أخرى أيضا كمقدمات كمؤثرات على تركيز توجهك في الصلاة إلى الشيء الثمين الأساسي، وهو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. والنتيجة، النتيجة كبيرة جدا جدا يا أخي. 30 سنة، 40 سنة، 20 سنة، 70 سنة حاولت، لا أتمكن. حتى لو كنت لا تتمكن، حاول مرة أخرى. لا تتمكن أن تحقق 100%، حاول أن تحقق 90%، حاول أن تحقق 10%. هناك حراك بينك وبين الشيطان، حرب بينك وبين الشيطان. الشيطان لا يتعب، باستمرار يسعى أن يجرك، أن يجرك. أنت أيضا اسعى، بعد 90 سنة، بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة اسعى. لا تقل لا، لا تصبح ميؤوسا يأس. لا تمكن، لا تتمكن. تتمكن من تحقيق 1%، حقق. فكرك في الصلاة 10%، اجعله 11%، اجعله 20%، حاول. الذي تتمكن أن تصنعه أفضل نتيجة، قطعت شيئا من نفسك من الشيطان. الأسبوع القادم فيه ذكريات عديدة هامة، أهمها ذكرى بعثة النبي الأعظم رسول الله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في 27 من شهر رجب، ذكرى البعثة. بعثة يعني رسول الله صلى الله عليه وآله كان نبيا منذ أن خلق الله النبي صلى الله عليه وآله. قبل أن يخلق آدم النبي صلى الله عليه وآله كان نبيا، ولكن ما كان رسولا. ما كان رسولا يعني ما أرسل، يعني ما أمر بتبليغ شيء. أمر الله عز وجل رسوله بالتبليغ كان في 27 من شهر رجب. هذه تسمى ببعثة النبي. البعض يتصور أنه بعثة النبي يعني النبي صار نبيا، لا، النبي كان نبيا وآدم بين الماء والطين. النبي صلى الله عليه وآله أرسل، أمر بتبليغ الرسالة. البعض يتصور أن 27 من شهر رجب يوم الإسراء والمعراج، لا، هذا أيضا خطأ. الإسراء والمعراج كان في شهر رمضان، على الأصح في ليالي القدر أو قبيل ليالي القدر، في شهر رمضان الإسراء والمعراج، ليس في 27 من شهر رجب. في 27 من شهر رجب بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا العيد الكبير. أختم كلامي بمقطعين قصيرين يتحدث فيهما أخوه أمير المؤمنين صلى الله عليه وآلهما عن بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبتين. المقطع الأول، يقول الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في خطبة له: حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم شهيدا، شاهد علينا رسول الله، وبشيرا ونذيرا خير البرية. ما قال خير البشر، البرية الخلائق، خير البرية طفلا، وأنجبها كهلا. هذه كل كلمة من هذه الكلمات لها تفصيل ورد على بعض المنحرفين الذين ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله القبائح والعياذ بالله تعالى.
خير البرية طفلا وأنجبها كهلا أطهر المطهرين شيمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأجود المستمطرين ديمة. المستمطر السحاب الذي يطلب منه المطر. ديمة المطر الدائم يسمى ديمة لأنه يدوم، المطر الدائم المستقر النافع. وأجود المستمطرين ديمة. في مقطع شريف آخر في خطبة أخرى له صلوات الله عليه يقول عن أخي رسول الله صلى الله عليهما وآلهما، يقول: طبيب دوار بطبه فداء لكرمك يا رسول الله. طبيب ولكن هو يدور بطبه، الذي جاءه جاءه، الذي ما جاءه هو رسول الله يذهب إليه. طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه، عنده مراهم، مرهم محكم مؤثر 100%. وأحمى مواسمه، الميسم الذي كان يستعمل سابقا وإلى يومنا هذا بطرق أخرى طبعا يستعمل، الذي يكوى به المكان، يقتلون بهذه الطريقة بعض الفيروسات أمثال ذلك. هذا يسمى ميسم، المكوات التي تستخدم في الطب، جمعه مياسم ومواسم. رسول الله صلى الله عليه وآله ميسمه محمية جاهزة، يعني العلاج جاهز. وأحمى مواسمه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان، يبحث عن أشياء تافهة تعبانة، قلب أعمى، من ينتبه؟ رسول الله كان ينتبه إلى القلب الأعمى. من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم، الناس الذين يتكلمون بالأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى، رسول الله كان يهتم بهؤلاء، هؤلاء يمشون في طريق جهنم يخرجهم. من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم، متتبع بدوائه مواضع الغفلة. أنا طبيب أقول له خذ هذا الدواء وانتهى، خلاص تكليفي أديته. رسول الله ما كان هكذا، كان يتتبع مرة مرتان ثلاث مرات 20 مرة 1000 مرة يقول حتى يهتدي الناس. متتبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة. صلى الله عليك يا رسول الله، سلام الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات رسول الله، ببركات بعثته الشريفة، ببركات آله الطاهرين، أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا، خدمتهم في الدنيا، اتباعهم في الدنيا، شفاعتهم في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.